ومحيا بالشمس من كهدي أسفرت عنه ليلة النظر ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهار يوم نالت بوضع ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وآتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولدهم كان منه في طالع الكفر وفال عليهم ووفاء وتوالت بشرى الهوى المصطفى وحق الهنا هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولد الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم.